اشتهر قبل أن يصبح ممثلاً ويعمل مع خيرة الممثلين المصريين وعلى رأسهم عادل إمام. وسبب شهرته ليس لأنه عمل في الفيلم الأمريكي أقدار الحرب الدامية والذي تم تصويره في مصر في العام 1981، بل سبب شهرته المبكرة أنه تزوج من سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني عندما كان طالباً يدرس في المرحلة الأخيرة في المعهد العالي للسينما. فكيف تزوج منها وماذا كان موقف والدته المطربة الكبيرة الراحلة ليلى مراد وما سبب وفاته ومعلومات وتفاصيل أخرى ستعرفونها في هذا الفيديو. ولكن قبل البدء أذكر الأصدقاء الذين لم يشتركوا بالقناة بعد أن يشتركوا. يلا نشوف. ولد زكي فطين عبد الوهاب في 18 من شباط فبراير في العام 1961، وهو ابن المطربة الشهيرة ليلى مراد والمخرج المصري المعروف فطين عبد الوهاب، الذي أخرج الكثير من الأفلام التي لا تزال في الذاكرة مثل فيلم إشاعة حب الذي هو من بطولة عمر الشريف وسعاد حسني. عندما مثلت سعاد حسني في هذا الفيلم كان عمرها 18 عاماً، في حين كان عمر زكي ابن المخرج فطين عبد الوهاب عام واحد فقط، إلا أن الأيام تدور ليقع زكي في حب سعاد حسني وهو طالب في المرحلة الأخيرة في المعهد العالي للسينما الذي تخرج منه في العام 1983. كانت حينها قد انفصلت سعاد حسني عن المخرج المعروف علي بدرخان بعد زواج دام سنوات، إلا أنه لم يكن أفضل سنوات حياة سعاد بسبب تفاوت التفكير الثقافي والاجتماعي بينهما. ورغم أن زكي أحب سعاد حسني كثيراً، إلا أن والدته المطربة ليلى مراد ظلت معارضة للزواج وحاولت بشتى الطرق أن تنهيه، حتى نجحت بجعل ابنها زكي ينفصل عن سعاد حسني بعد مرور أشهر قليلة من زواجهما. وهذا ما صرح به زكي بنفسه في أكثر من لقاء، إذ كان يتحدث وكأنه يشتاق لتلك الأشهر القليلة التي قضاها مع سعاد حسني. عانى زكي كثيرا خلال الفترة الأخيرة من حياته، إذ أثناء صراعه مع مرض سرطان الرئة الذي أصيب به في العام 2019 أصيب بورم في المخ أيضا في العام 2021، وظل يصارع المرض حتى توفي اليوم 20 آذار مارس العام 2022، تاركا خلفه الكثير من الأعمال الفنية أقربها إلى قلبي شخصيا مسلسل العراف مع عادل إمام وحسين فهمي، والذي مثل فيه دور رجل الأعمال راضي بيع عبد النعيم. هل تعتقد بأن ليلى مراد كانت محقة بفصل ابنها زكي عن سعاد حسني؟ شاركونا آراءكم أصدقاء الرائعين، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كنت معكم هشام بوتان، شكرا على المشاهدة، دمتم طيبين.